أحسن الله إليكم. المرسل خالد محمد من جيزان يقول: ما حكم وضع مكبرات الصوت في الحفلات التي تقام في بعض المدارس الخاصة بالنساء، علما أن الصوت يسمع من خارج المدرسة وكذلك في بعض حفلات الزواج؟ ما حكم ذلك؟ وهل من كلمة في هذا جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز رفع أصوات النساء مطلقا بحيث يسمعهن الرجال لما في ذلك من الفتنة، سواء كان ذلك بواسطة مكبر الصوت أو غيره، سواء كان ذلك في الحفل المدرسي أو حفل الزواج. فأصوات النساء لا يجوز أن ترفع بحيث يسمعهن الرجال، لا سيما إذا كان ذلك بالغناء وما يعمل في الزواج من غناء النساء وضرب الدف الذي شرع لهن في ذلك، إلا أنه لا يرتفع ويخرج بواسطة مكبر الصوت إلى الشارع أو إلى مجتمع الرجال، بل يكون ذلك في محيطهن وبينهن، هذا هو الواجب. نعم.